مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم معنا. وهذه أرق تحيات فريق عمل قناة النادي الأهلي اليوم، ومعلقكم الرياضي الدكتور علاء متولي، حيث نلتقي معكم. واللقاء الودي الأول للنادي الأهلي اللي بيقام على استاد مختار التتش. ها هي الأيام بتتلاحم، لسه من يومين الدوري منتهي وبنكمل. هي أصبحت دلوقتي عالم كرة القدم وعالم الاحتراف، ومش في كرة القدم بس، ده انت تعالى تابع دوري الـ NBA، تابع في كل مكان، هتجد ان تلاحم المباريات قد تصل المباريات، ان فرق بتلعب كل اربع ايام في العاب كتيرة جدا. يعني عشان كده يمكن الشكل العام النهاردة ناس بقى مستغربة، ده لسه الدوري كنا بناخد زمان راحة طويلة، خلاص ما بقاش فيه الكلام ده. عشان كده هيبقى دلوقتي في مشكلة بتقابل دايما الأندية في عملية استعادة الشفاء والتوازن ما بين الضغوط والتكيف ما بين المسابقات، تقريبا كده موسمين ثلاثة وإحنا في هذا التلاحم. هننزل لأرض الملعب ونقول تشكيلة النادي الأهلي في لقاء اليوم. الأهلي بيمثله في لقاء اليوم لحراسة المرمى علي لطفي، قدامه الأربع باكات من اليمين الشمال، محمد هاني، ياسر إبراهيم، رامي ربيعة ومحمود وحيد، اتنين ديفندر محمود متولي وعمار حمدي، ثلاثة تشيب سترايكر محمود كهربا، وليد سليمان وطاهر محمد طاهر، وقلب الهجوم حسام حسن. أما فريق بتروجيت بيمثله أبو النجا لحراسة المرمى، قدامه أربع باكات من يمين الشمال، سامح إبراهيم، مصطفى معوض، خالد عبد الرازق، وهادي رياضي، قدامهم أربعة في وسط الملعب، إسلام كانو وإسلام حسين، محمد علي ومحمد منصور، وفي الهجوم عبد الرحمن السكران وإسلام هشام. ولحظات ونبدأ المباراة، هيبقى على يمنا فريق بتروجيت وعلى شمالنا فريق النادي الأهلي. لحظات و على بركة الله بنبدأ المباراة بصفارة في بداية المباراة، حكمنا عاطف حسين، معاه مساعد أول محمد فاروق، والمساعد الثاني وليد الشيخ. كورة ياسر إبراهيم يسلم لعمار حمدي العائد لملعبه ولنادي، تتلعب الكورة لمحمود وحيد، محمود لعمار، عمار ينقل على طول لرامي ربيعة قائد النهاردة الملعب في بداية المباراة، بتتلعب الكرة في وسط الملعب. طبعا فريق بتروجيت النهاردة معاهم قائدهم كابتن ربيع ياسين، نجم كبير ونجم النادي الأهلي، أكيد بقالهم فترة بيجهزوا نفسهم لأن وصلوا لمرحلة جميلة جدا في كأس مصر، وبيمنوا النفس بأن هم يعملوا حاجة في كأس مصر. وزي ما احنا عارفين دايما الكأس و مفاجآتي، يمكن لو رجعنا الكأس في انجلترا بتجد فرق كبيرة في درجة تانية بتفوز بالكأس. وادي الكرة في وسط الملعب على طول، بتتنقل لإسلام هشام ودفع فاول والركلة الحرة المباشرة. شايف عربي بدري تقريبا او محمود متولي رقم 40، ترجع الكرة ورا لمعوض لهادي، يلعب الكرة للحارس أبو النجا، توصل في وسط الملعب، إنما في صفارة وراجع من الخلف الأمام إسلام هشام، وتبقى ركلة حرة مباشرة. لسه في أول دقيقتين، عايزين نقول لجماهيرنا جماهير النادي الأهلي وإحنا بنتابع هذه المباراة، بناخدها بقى براحتنا، بنتفرج على المباراة ودية. النهاردة مستر موسيماني يعتبر هذا الموسم أو بداية من دلوقتي فعلا بقى ده الشغل بتاع موسيماني، لان الفتره اللي فاتت دخل كده في تلاحم مواسم، نقول اللعيبه اللي جايه ليه راي فيها. النهارده خلاص عرف النادي، قرينا له من فتره انه لما جه المجتمع المصري في حاجات كتير ما كانش يعرفها وتعلمها وشافها، فاعتقد عمل فكره هنشوف بقى بدايتها. نتمنى طبعا جماهير النادي الاهلي بتتمنى انها تجد مانويل جوزيه اخر في صوره موسيماني الجنوب افريقي. ترجع الكوره ورا لهادي،
هادي يلعب الكوره سريعه لمحمد منصور، بتتنقل في الشمال للسكران، عبد الرحمن السكران بيلعب الكوره لاسلام هشام، ترجع مره ثانيه لنمره 2 محمد منصور، انما تخرج بره الملعب. هادي هاني يعود لمكانه الاساسي، وادي محمد منصور احد الخبرات في فرقه باتروجيت، بيلعب الكوره سريعه في اتجاه السكران، السكران يرجع بالكوره لاسلام حسين انما مقطوعه في وسط الملعب، يدخل عمار بسرعه انما التاكلنج بين اسلام حسين تتقاطع للسكران مره ثانيه وعايز يلعب الكوره انما ترجع لعلي لطفي. طبعا هنتكلم ونقول هل يا ترى اللاعبين بقى البدن شكله هيكون ايه؟ هل الراحه اللي خدوها الفتره اللي فاتت دي هتكون لها تاثير على انخفاض المستوى؟ اكيد طبعا طالما في راحه، ولو انها ما كانتش راحه طويله، لكن بينزل الكيرف شويه، وزي ما قلنا كده خلاص لازم نتعود على ان التلاحم المواسم لازم يكون عندك لعيبه فت، لازم يكون عندك 20 25 لاعب تقدر تعمل بيهم موسم، وخاصه النادي الاهلي بطل افريقيا وثالث العالم، اهدافه وطموحات كنادي وجماهير لابد انها تتواكب معاها النجوم اللي موجوده في الفريق، وبخاصه بقى لما نشوف اللعيبه الجديده اللي هتنضم للفريق. كل التمنيات للنادي الاهلي في الفتره القادمه ان شاء الله ان احنا نشوف الكيرف يعلى رويدا رويدا. ادي الكره بترجع ورا لمصطفى معوض، لسه ما شفناش جمله لغايه دلوقتي، وطبيعي جدا، انما هنتأثر بشكل كبير، هنشوف بقى النهارده. اكيد النادي الاهلي من مباراتين الودياتين عايز المدير الفني له اهداف معينه بيبحث عنها، مش هنفزلك بقى ونقول ده عايز، لا هو عنده بلانج عامله ومجهزه، عايز يدخل بيه على الاقل مباريات الكاس الفتره الاولانيه، ثم العمليه تمر تبع. اجي على طول الكره بتتلعب للامام، انما يدخل عمار اللي بيتحرك لغايه دلوقتي، واضح انه اكثر اللاعبين حركه في الملعب، طبعا عايز يوري للمدير الفني بعد ما عائد من اعاره من الاتحاد السكندري، عايز يقول انا اهو، عايز يدي لنفسه احقيه ان هو يتواجد في التشكيله الاساسيه، وهو ده الكلام اللي المفروض يحصل، ان تجد اكتر من لاعب واتنين في المكان اللي يقدروا يعملوا لك الشغل اللي انت عايزه. ادي الكره بتتلعب لكهربا، احد يعني هنقول ايه، في النهارده اربعه تقريبا يعتبروا رئيسيين دايما كانوا بيلعبوا الموسم، ربيعه واسر ابراهيم وكهربا وطاهر، ولو ضمنا لهم محمود وحيد لعب الفتره الاخيره، انما هتجد وادي وليد سليمان الحاوي بيعود، طبعا مكسب كبير انه يعود وليد سليمان، وتمنياتنا له ان شاء الله يكمل الفتره الجايه مع الفريق لانه قيمه في فريق النادي الاهلي. وادي كره ترجع مره ثانيه، ياخدها محمود وحيد، يلعب الكره سريعه فوق طاهر، طاهر لعيب رشيق يتحرك للامام، بيلعب الكره سريعه لحسام حسن القادم من سموحه، تروح لكهرباء عايز يسدد، رجع في كلامه، حط الكره على شماله سريعه لطاهر، طاهر يعمل العرضيه، انما على طول معاها بيطلع الكره قلب الدفاع سامح ابراهيم الى ركنيه او الركنيه لفريق النادي الاهلي. التحركات الهجوميه بتفرق كتير جدا، الجمهور بيستنى الاهداف، بيستنى التحركات لان الكوره جوال. طاهر محمد طاهر بعد 7 دقائق ركنيه اولى للنادي الاهلي، نلعب في ملعب مختار التتش، ياما في فتره الستينيات الملعب ده كان بيشوف صولات وجولات نجوم النادي الاهلي العظام في الفترات القديمه. وادي على طول طاير مره ثانيه، خلاص والتصويبه، بيحط رجله معاها رابي ربيع، انما تعلى حاططها، خدها من تحت لفوق ما غمساش، تخرج بره الملعب. ادي هي هتتعاد مره ثانيه، وادي لمها طاير بشكل كويس جدا وقطع وعمل الكره المره ثانيه لنفسه وبيلعبها، هو قاصد يشوط انما حاطط معاها رجله رامي ربيعه، والكره تخرج بره الملعب. 8 دقائق من البدايه،
ويمكن استمعنا للاستوديو التحليلي لنجومنا الكبار بقيادة النجم كابتن أيمن شوقي، ومع نجومنا العظام كابتن شريف عبد المنعم، كابتن أسامة عرابي، كابتن هاني رمزي، وكابتن عادل عبد المنعم. نجوم ياما أمتعونا في الملعب سواء مع النادي الأهلي أو مع المنتخب، وأيضا بنسعد بتحليلاتهم القيمة النبعة من خبراتهم وحبهم لفريق النادي الأهلي. أكيد طبعا بعد ما شفنا التحليل أو الكلام اللي اتكلموه قبل المباراة، أكيد هيكون بعد المباراة ليهم شوط كبير جدا يقدروا يقولوا لنا ايه اللي شافوه من مباراة النهاردة. عموما دائما التفاؤل موجود عند نجوم النادي الأهلي. وادي علي عاشور المدرب لفريق بتروجيت، كابتن ضياء السيد مدرب عام المنتخب موجود في ارض الملعب ابن النادي الاهلي. وادي على طول الركنيه، انما تطلع مره ثانيه وتعود مره اخرى، انما قاطع محمود وحيد يا ولد، قطعها وبيدور ينقل لمين، تلعب في الوسط لعربي، مردوده مره اخرى لرامي ربيعه، رامي لكهربا، كهربا لعمار بيلعب الكره السريعه، ترد مره تانية رايح وليد، وليد وليد وليد، في هنشوف فيها حاجه الكره دي، هنشوف فيها حاجه، يطلع الدفاع الكوره، طلع الدفاع الكوره. شايفين يمكن كابتن ربيع ياسين بادئ المباراه بتحفظ لانه بيلعب بردك مع النادي الاهلي في ملعب النادي الاهلي، معظم لعيبه بتروجيت في الجزء الخلفي، ودي يمكن أي ما هو يتكلم كابتن ربيع ياسين لفرقته، إنما التحرك وحرية لعيبة النادي الأهلي عجباني في المباراة، ويمكن نشاط عمار هو وعربي عاملين نشاط في وسط الملعب. ترد مرة تانية الكرة، مصطفى معوض بيضغط طاهر مرة تانية، يستلم كورته وعايز يعد سامح إبراهيم، ملعوبة في النص تتنقل على طول للسكران، السكران يلعب كورته السريعة لمنصور، إنما معاها محمد هاني وتتحول إلى ركنية. عبد الرحمن السكران والله بيفكرنا باسم قديم كان في النادي الأولمبي الله يرحمه كابتن أحمد السكران، اسمي كان موجود في عالم كرة القدم في النادي الأولمبي في اسكندرية. الركنية تتلعب عالية، إنما ترده على طول ياخدها بهدوء علي لطفي. مرت العشر دقايق الأولانية، طبعا إحنا يهمنا التلت الأخير من الشوط، لأن أنا متوقع إن النادي الأهلي مش هيلعب بنفس التشكيلة دي طول المباراة، لأن أنت في مباراة ودية بتجرب، عشان كده مش هنحطها في اطار المباريات الرسميه، مش هتلاقي بقى خمسه لاعبين بس اللي هيتغيروا، لا، في كلام بيفكر فيه موسيماني بيدور عليه، عايز يجهز حاجه معينه، لان عنده مباراه السوبر وعنده الكاس، ولا بديل عنده ولا عند الاداره ولا عند الجمهور، الا انه لابد ان النادي الاهلي يحصل على كاس السوبر وكاس مصر، ده هدف موجود في النادي الاهلي. وادي على طول يقطع مرة تانية السكران ويعدي، طبعا لاعب فايق مش سكران خالص، وبيأدي بنشاط في أرض الملعب. عربي مرة تانية اتنقل عمار وعربي، شايفين اهو حتى الآن استحواذ للنادي الأهلي 53 مجرد مقابل 47%. طبعا تحية لفريق عمل قناة النادي الأهلي اللي قايم بالمباراة من A to Z، من إذاعة الخارجية لإنتاج لإخراج لإحصائيات ستاتستكس، كل شيء بيتم هنا من خلال قناة النادي الأهلي. هاني يلعب الكرة لحسام حسن، يعملها تشيب حلوة قوي وترد، إنما بيطلع الحارس أبو النجا وياخد الكرة، إنما كهربا بيقع في اللعبة دي ورايح يطمن عليه عاطف حسين حكم المباراة، انما اتعملت حلوه قوي من حسام حسن. ادي عاطف حسين طمن، ادي وليد لعبها وردت مره تانيه،
هيلعب ابو النجا 13 دقيقة بداية اللقاء. وادي الكرة مقطوعة تروح لوحيد يسيبها تخرج وتبقى رمي التماس. رمي التماس تتنقل لياسر ابراهيم. شايفين اهو الجهاز قاعد فوق، حتى يعني مستر موسيماني قاعد راحته فوق في المدرج، مش قاعد على الدكة تحت، قاعد هو بيتابع اللي بيشوف. طبعا من الجميل جدا شايفين المدرج القديم مختلطتش، حركة الإنشاء الجميلة اللي بتتعمل في النادي الأهلي في كل مكان في كل الفروع، يعني حركة مجلس الإدارة بقيادة النجم الكبير كابتن محمود الخطيب، يعني ما بيهدوش، موجودين عشان راحة أعضاء النادي الأهلي. ترجع الكورة لعربي ورا لربيعة، ربيعة لطاهر اللي جه ناحية اليمين عايز يعدي قطع لوليد، انما تتاخد مره تانية ترجع باخدها السكراني، انما يقطعها منه عمار، عمار يسلم الكوره لهاني، هاني سريعه لوليد سليمان، انما يدخل ويقطع الكوره في الوسط محمود محمد منصور ويلعبها سريعه امام لاسلام حسين، اسلام يخلصها لكانو ناحيه اليمين لسامح ابراهيم، سامح يرجع بالكوره ورا، وادي تترفع عليه من اليمين للشمال، انما على طول مقطوعه بشكل جيد جدا من محمد هاني، وينقلها سريعه لحسام. حسام لعيب سريع ولماح، انما ما جاتش معاه زي ما هو عايز. ربع ساعه بتمر من بدايه اللقاء، وادي كابتن ربيع ياسين في وسط جهازه الفني واحد من أصحاب الخلق الرفيع، واحد من أصحاب يعني تاريخ الجميل في عالم كرة القدم كابتن ربيع ياسين، وله يعني معزة في قلوب كل المصريين والعرب كمان كنجم من النجوم في كرة القدم كابتن ربيع ياسين. تتلعب الكرة ترد مرة تانية وحيد، يرجع لياسر، زي ما قلنا المباريات التحضيرية والتجهيز ده يبقى ليه شكل مختلف تماما، في نوع من الهدوء نوعا ما. ببدأ موسم أشوف أخاف على نفسي من الإصابة، لأن لسه لما بيكون خد راحة ولو قصيرة ورجع بيكون معدل البدني بيكون انخفض شوية، فمبقاش في الفورمة، ولو اتكلمنا على الفورمة هنقول حاجات كتير. وادي ايه الكورة اللي خلصها وليد، انما طلعها على طول الدفاع بيعيدها لنا مخرجنا لهذا اللقاء. عربي بدري ينقل على طول سريعه لصاحب الخبره الكبير وليد سليمان لعمار. شايفين كده تلاحم المراحل العمريه ما بين لعيبه العشرينات والثلاثينات في فريق النادي الاهلي. وادي على طول بتتنقل لمحمد هاني، هاني يلعب كورته السريعه لطاهر، طاهر بيتضغط عليه انما قام ولم وينقل، بيشتغل تحت ضغط كويس جدا، انما اتقطعت الكوره وترد، ياخدها اللي بيتحرك عبد الرحمن السكران، خلص نفسه الكوره، خدها واحده وخدها الثانيه، قلت لكم النهارده الراجل ده فايق مش سكران. وادي مره هو عدى، انما على طول بيحط جسمه مع الكوره رامي ربيعه ويخلصها، ترد ويستلمها عبار حمدي، يلعب الكوره لوليد سليمان، عايزين نشوف بقى السرعه في ارض الملعب ولو لهجمتين. ادي عبد الرحمن السكران اللي ظاهر في اللقاء النهارده اكتر لاعب في فريق بتروجيت في التحركات الهجوميه. وادي على طول تروح لعمار حمدي، عمار ينقل الكوره بترجع لياسر ابراهيم، ياسر لعمار، مقطوعة ترد مرة تانية، محاولة للأمام، وادي انطلاقة من عبد الرحمن السكران وبيسدد من عن بعد، قال لك بقى لما هدخل مش حدش هديني فرصة، فبيجرب انه يشوط الكورة من عن بعد. واضح جدا من تحركه وجريته
والكم مشوار اللي عملهم ان فريق بتروجيت بقاله فتره بيعمل الاعداد واجهز بدني، وده اللي هيبان لنا خلال الشوط الثاني. هنشوف كم التبديلات اللي ممكن يعملها كابتن ربيع ياسين. وادي عربي بدر، عربي العائد للاهلي، تروح لطاهر، لعمار، عمار لكهربا، انما في فاول كده اتعمل معاه فاول وهو بيعمل سبعه مع محمد علي. يعني من الحاجات اللي ظاهره قدامنا دلوقتي اهو ان موسيماني عايز يشوف عربي ويشوف عمار ويشوف حسام، الباقيين طبعا موجودين في الفرقه من الاول ومعروفين. ادي ثلاثة اهو بيفكر تواجدهم مع الفتره الجايه شكلها ايه. دي اول نقطه نقدر نستشفها من الوقت اللي احنا بنلعبه دلوقتي، لان مش هنقدر نحدد موسيماني هو بيفكر في ايه، لانه في دماغه حاجات كتيره قوي كمدير فني للنادي الاهلي. ادي بتتعادل الكوره والدفعه من عربي وركله حره مباشره لبتروجيت. هيطلع اربعه خالد عبد الرازق، خالد كان بيلعب في طلائع الجيش. وادي كوره يلعبها طوليه اماميه عايز يديها لاسلام هشام، انما تخرج بره الملعب ركله مرمى للنادي الاهلي. ياسر ابراهيم لعربي بدر، عربي لكهربا اللي راجع يستلم منه يحطها على اليمين لهاني اللي بدا يتحرك اهو في مكانه، انما على طول تخبط الكوره في صدر معوض وتتحول الى ركنيه للنادي الاهلي، تاني ركنيه للنادي الاهلي. كابتن وليد سليمان بقى بقدمه اليسرى، وادي الرفعه انما بعيده يضطر يرجعها يطلعها الدفاع مره اخرى الى ركنيه، ثالث ركنيه من الدور ده هتروح من الناحيه الاخرى، رايح لها بقدمه اليمنى طاهر محمد طاهر عشان ينفذها. وادي حساب عايز يقول انا موجود النهارده، عايز يقدم اوراق اعتماده. هتبقى المنافسة شديدة جدا بينه وبين محمد شريف في المركز اللي هو فيه ده، وهو ده المطلوب اثباته جوه النادي الاهلي. ايوه تطلع بالكورة انما على طول يرد الدفاع، مطلوب ان كل مكان يكون فيه واحد واثنين ما يقلوش عن بعض مستوى عشان تقدر تكمل، عشان تقدر تكابع، علشان تبقى لك بصمة في دوري ابطال افريقيا القادم، عشان كأس العالم القادم. يعني حاجات كتيرة قوي بيحسبها النادي الأهلي للموسم القادم، بالإضافة طبعا للاعبين الدوليين اللي هيمثلوا مصر من ولاد النادي الأهلي في الفترة القادمة. النهاردة في عدد كبير قوي من الدوليين واخدين راحة النهاردة، شفناهم قبل المباراة وهم بيعملوا تدريب النهاردة، ويمكن كانت ملاحظة جميلة جدا كابتن شريف عبد المنعم لما قال لك تلاحم المواسم، شايفين التدريب عامل ازاي، في قوة وفي سرعة. خلاص النهاردة ما بقاش فيه، يعني كنا زمان نتكلم في 20 يوم راحة وريح وعبال ما ترجع وترفع ترجع الفورمة مرة تانية، لا خلاص زي ما قلت لكم في البداية خالص، النهاردة اختلفت الأمور في عالم كرة القدم في الاحتراف، لدرجة زي ما اتقال الاتحاد الدولي عايز يعمل كأس العالم كل سنتين. النهارده الدوريات الاوروبيه بدات هي دخلت في ثلاث اربع اسابيع، يعني العالم ما بيهداش دلوقتي، كل يمكن النجوم الكبار لو تابعتهم هتلاقيهم معظمهم في بيته عامل جيم، لان النهارده البدني بقى مهم جدا عشان تواصل وعشان تبقى موجود في عالم الرياضه وعالم البطوله. البطل زي ما بنقول عليه موهوب، الموهبه دي مهمه جدا، لكن الصناعة وإنك تكمل وتكون جاهز بدنيا وعناصر اللياقة اللي مطلوبة للمركز اللي انت بتلعب فيه في لعبتك، لو هنتكلم في الكورة إنما في كل لعبة ليها عناصرها المهمة جدا. لاعب كرة القدم النص التحتاني من جسمه محتاج يبقى دايما في حالة
قوة ومرونة وسرعة ورشاقة عشان يقدر، لأنها كرة القدم معتمدة على الأداء بالجزء التحتاني باستثناء مهارة واحدة بس، وهي مهارة رمية التماس. وادي محاولة من حسام حسن. عاطف حسين قال ما فيهاش أي حاجة وترجع، وادي 54% استحواذ للنادي الأهلي. ونص الشوط الأول بيمر ومفيش الأداء القوي على المرمى لغاية دلوقتي، إن زي ما قلنا المباراة هتلاقي فيها أداء تكتيكي أكتر منها، لأن كله بدنيا لسه بيجهز. وادي كهربا يخلص نفسه كورة، طلع الوحيد حطها حلو قوي لحسام، اللي حب حسام لغاية دلوقتي بيعمل نقلات، مجرد إن الكورة وهي جاية بيحاول يمشيها على طول، وهو ده الكلام السليم. قطع على طول ربيعة يلعب الكورة السريعة الوليد، إنما يطلع على طول الحارس أبو النجا ويخلص الكورة ويطمن عليها ويخرجها لغاية بره الملعب ويجري يلحق مكانه. يلعب على طول طاهر، طاهر يسلم الكورة لعمار، عمار لطاهر مرة تانية، عمار حمدي، عمار جنبه كهربا، إنما يرجع بالكورة العربي بدر، عربي لمحمد هاني هيرفع لعبها الوليد، هل هيلف ويلعبها؟ بيلف ويلعب الكوره اللي ما تتقطع في السكه من الدفاع. شوف 2 4 6 8 لعيبه بتروجيت، مجرد ان الاهلي الكوره معاه بيرجعوا على طول، مفيش غير اثنين فقط، هو اسلام هشام وعبد الرحمن السكران اللي بيبقوا قدام. خد الكوره بيبدا يتحرك 3 4 للامام، لكن معظم لعيبه بتروجيت هتجدهم في التلت الاخير من الملعب، وده اللي بيعمل نوع من الصعوبة على لعيبة النادي الأهلي في اختراق الدفاع. وادي الكرة مصطفى معوض، مصطفى يلعب الكرة سريعة ياخدها اسلام حسين، اسلام والتسديد انما بجوار القائم. ركلة مرمى للنادي الاهلي، علي لطفي يلعب لربيعة، وادي بتتعادلنا مرة تانية، اسلام حسين والتسديدة من خارج، تتلعب على طول ليه محمد هاني ناحية اليمين في النادي الاهلي، يلم الكرة الرامي ربيعة، ربيعة العربي بدر، عربي بدر يسلم لمحمد هاني بعد نص الملعب، يلعب كورته لطاهر اللي جاي ناحية اليمين، يسلم كهربا، كهربا على طول ينقل الكورة للأمام لوليد سليمان، وليد يسندها، هيلحق يلحق، عربي عايز يلحق الكورة إنما ياخدها منه لعيبة بتروجيت. وادي بيقول يمكن لحكم المباراة عاطف حسين، يمكن اللعبة دي مخبوط فيها، انما بيشير كابتن عاطف حكم المباراه برمي التماس، رمي التماس للنادي الاهلي. بنلعب في الدقيقه نهايه الدقيقه 26 وبدانا الدقيقه 27 من بدايه اللقاء، وادي اهي بتتعاد اللعبه واضحه تماما، ادي سواء هنا او هنا رميه التماس هيلعبها محمد هاني، يرجعها لعيبه النادي الاهلي للحارس ابو النجا، ابو النجا. وادي مستر بوسيماني وفريقه التحليل والتصوير كل ده بيساعده بشكل كبير جدا، اتمنى له التوفيق ان شاء الله في هذا الموسم. وادي ابو النجا يلعب الكوره اماميه، يطلع يلعبها ياسر ابراهيم، انما تخبط وتخرج بره الملعب. ادي بقى مخرجنا هيبدا يجيب لنا بقى الجوانب للملعب، ادي كابتن علي بعلول موجود من النجوم الدوليين اللي النهارده مريحين وشفناهم يمكن في التدريبه بتاعتهم قبل المباراه. محمد هاني مره تانية ينقل لكهربا اللي جت دور ناحيه اليمين مدل طاهر، وادي كهربا، كهربا يلعب الكوره انما تخبط وترد وترجع مره تانية لابو الدجا الحارس. 28 دقيقه ادينا اهو شايفين الشحات، وادي حمدي واكرم وعلي معلول موجودين بره بيتابعوا زمايله. ابو النجا، بونجا،
يلعب الكرة السريعة تفوت ناحية اليمين، إنما ما يلحقهاش سامح إبراهيم وتخرج وتبقى رمية تماس للنادي الأهلي. رمية تماس هيلعبها محمود وحيد. أمامية من وحيد ترجع على طول، إنما تخرج بره الملعب وتبقى رمية تماس مرة أخرى للنادي الأهلي. وادي كابتن احمد فوزي المدير الاداري وصلاح محسن وقفشه، ترد مره ثانيه لعربي بدر، عامل مجهود مميز النهارده هو عمار في وسط الملعب. تتلعب الكوره لهاني، هاني سريعه للحاوي، وليد سليمان بيتضغط عليه، انما الدور ده اخيرا عاطف بيصور بيصفر فعلا. ادي بتتعاد مره اخرى الفاول اللي اتعمل مع وليد سليمان. هيلعبها محمد هاني من يمين، و29 دقيقة بتمر من احداث الشوط الاول. مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة النادي الاهلي في كل مكان، والتعادل بدون اهداف حتى الان. محمد هاني عالية، انما يطلع ابو النجا على طول يحط ايده، قبضه ايده، يلعبها سريعة تروح للسكران اللي جاي الدور ده ناحيه اليمين. شفنا تحركاته في الشمال، وادي اليمين تتلعب الكره يقطعها برافو عربي، انما اتقطع مره ثانيه، انما فيها فاول. نص ساعه بتمر من احداث الشوط الاول. محمد هاني، محمد يرجع لربيعه، ربيعه العربي بدر، عربي لربيعه مره ثانيه، يلعب الطوليه الاماميه انما تتقاطع قبل ما توصل لحسام حسن، ياخد الكره ويتحرك اسلام كانو انما حاطط جسمه بشكل كويس جدا عمار، واخد الكره يتعمل معاه فاول. تتلعب يلعبها سريعه لوليد سليمان، وليد لكهربا، كهربا عايز يشوط ولا هينقل، بيلعب على طول بيسلم حسام حسن. حسام بص 4 3 7 مساحات مقفوله قدام مساحه لعيبة النادي الأهلي من المدافعين، محتاجة حلول. وادي على طول تترد الوحيد، وحيد يلعب لحسام حسن، حطها له حلو قوي، وحيد يعدي، عدى وفات، برافو 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 وحيد، حلوة، الله الله الله، ملعوبة حلوة قوي، وداخل بدماغه وليد سليمان إنما فوق العارضة. شفنا بقى الكرة اللي اتلعبت بسرعة، بص شوف حسام لوحيد دخل على طول زقها لنفسه وعدى وفات، وبيعمل العرضية يقابلها بالرأس كابتن وليد سليمان فوق العارضة. ادي اول تحرك حقيقي للنادي الاهلي من ناحيه الشمال، واول هجمه بعد 31 دقيقه من بدايه اللقاء، وما زالت النتيجه التعادل بدون اهداف. يدخل على طول طاهر، اعتقد ان اللعبه دي ممكن بقى تسخن الفرقه شويه. وادي عربي، عربي ينقل لحسام اللي راجع يستلم منه، يسلم لعربي مره ثانيه لمحمود وحيد، وحيد يلعب الكرة الأمامية، أدي حسام ينقل هات وخد، لعبت لوحيد إنما تمر وتخرج بره الملعب ركلة مرمى. إنما تحركات محمود وحيد من ناحية الشمال بدأت تبان مع نقلات حسام حسن. حسام ما بيتفلسفش في الكورة، على طول الكرة وهي جاية بيخلصها للي جاي، بيعمل الوان تو بشكل كويس جدا، عملها مرة واتنين في هذا اللقاء. ركلة المرمى في الدقيقة 32 مشاهدينا الكرام، وما زالت النتيجة هنا على استاد مختار التتش في أولى المباريات الودية للنادي الأهلي مع نادي بتروجيت التعادل بدون أهداف. يلعب على طول محمد هاني لطاهر، نقل لبدر، عربي بدر، عربي لوليد سليمان، وليد لطاهر، طاهر لعمار يفوتها ليه كهربا، ترد مره ثانيه ليه ياسر ابراهيم، ياسر انما ما لحقهاش كهربا، يقطعها مصطفى معوض ليه سامح ابراهيم، انما تخبط الكره في محمود وحيد وتتحول الى خارج الملعب. رمي التماس، رمي التماس، انما بتخرج تتحول لرمي التماس للنادي الأهلي.
33 دقيقة من بداية أحداث الشوط الأول، وما زالت النتيجة التعادل بدون أهداف في التجربة الودية الأولى للنادي الأهلي. ربيعة لطاهر محمد طاهر اللي بيلعب على طول الكرة السريعة، سندها حسام لكهربا، كهربا إنما جاي من خلف للأمام حسام، وتبقى راية وصفارة وركلة حرة غير مباشرة تسلل على النادي الأهلي. تتلعب في اليمين لسامح إبراهيم، إنما تخرج بره الملعب وتبقى رامي التماس للنادي الأهلي. هيلعبها محمود وحيد، 34 دقيقة من أحداث الشوط الأول. عربي بدر يغير الملعب من الشمال لليمين، سندة من محمد هاني لعمار حمدي، عمار يلعب على طول الكرة سريعة لوليد سليمان، وليد سلام تحت ضغط يمرر الكرة لطاهر، طاهر بيتضغط عليه، شايفين عدد المدافعين قد ايه محتاج فعلا الكرة السريعة اللي تتلعب للأمام إنما توصل لأبو النجا. أبو النجا يلعب الكرة طولية سريعة عند اسلام هشام، انما يخلصها رامي ربيعه بخبره ويستلمها مره تانية ويحطها ناحيه الشمال في اتجاه كهربا، طلع له ابو النجا سند انما راحت بعيد، كهربا عايز يلفها ويلفها انما ما راحتش معاه زي ما هو عايز، وتخرج بره الملعب وتبقى ركله بره ما لبتروجيت. 35 دقيقه، بص شوف كهربا طلع له ابو النجا، السندة بعدت، لو ما كانتش بعدت كانت تفرق كتير قوي، انما هيقف عليها وهيحاول يلفها في المرمى انما تروح بعيد. 35 دقيقة على طول يلعب ابو النجا، طولية امامية في وسط الملعب محمد علي، انما تقطع رجع لها وليد سليمان، وليد لمحمد هاني، وقف على كورته هاني ويعملها عرضية في اتجاه ياسر إبراهيم، ياسر بيتحرك بيبص يلعب مين قدام، يسلم لعربي بدر، عربي على شماله لعمار حمدي، عمار عايز يعمل الكورة ناحية الشمال إنما متأخر محمود وحيد، يقابلها على طول سامح إبراهيم الباك اليمين ويقطع الكورة، تروح لكانو، كانو تتغير الكرة ناحية الشمال إنما بعيدة بعيدة عن محمد منصور وتبقى رمي التماس للنادي الأهلي. وليد سليمان يلعب الكرة لطاهر سريعة، طاهر يسلم لعمار، عمار لعربي، ترد مرة تانية لعربي لعمار، عمار يسقطها في اتجاه حسام، ترجع مرة تانية لطاهر محمد طاهر إنما ياخدها كده وظهره للمرمى، قفل عليه السكة، يرجع بيها المحمود وحيد، وحيد لطاهر مرة تانية، طاهر لعمار حمدي، عمار ورا لرامي ربيعة، ربيعة لياسر يلعبها سريعة في اتجاه حسام، سندها لنفسه حسام، حسام حسام لسه الكرة معاه، لسه الكرة معاه، ويسدد تخبط وترجع له مرة تانية إنما كنترولو ما يسعبهوش وترد على طول وياخدها، كانوا من فريق بتروجيت، كانوا ترد ورا في اتجاه محمد علي، محمد علي يرجع لمصطفى معوض يحطها في اليمين لسامح ابراهيم الباك اليمين، سامح عايز يعدي يلعبها للسكران انما تروح الكوره في اتجاه رامي ربيعه، بدا اللقاء يبقى في حركه شويه، الريتم بدا يعلى في الدقيقتين ثلاثه اللي فاتوا، وليد سليمان يرجع لرامي ربيعه، ربيعه العربي، عربي لكهربا، ياسر ترد مرة تانية لعمار، عمار لعربي، عربي لربيعة، كل ده بيدور على حد يديله كرة في الأمام، تلعب لياسر، ياسر يسقط الكرة لوليد سليمان اللي هرب من ناحية اليمين وجا ناحية الشمال انما على طول وهي في السكة يقطعها قلب الدفاع خالد عبد الرازق ويلعبها امامية في اتجاه اسلام هشام.
اسلام هشام ترد للسكران لاسلام هشام. اسلام بينطلق يحترق، يا ولد حط رجله بشكل كويس في اللعبه اللي فاتت دي، اعتقد عمار حمدي هو اللي حط رجله قبل الشوطه لاسلام هشام. وادي على طول محمد هاني، محمد هاني اللي قطعها، وادي ترد مره تانية ومردوده. طاهر، طاهر لكهربا، انما ما تلاقيش غير كانوا، كانوا يلعب السريع السابح سامح ابراهيم، ينطلق للامام انما يقطعها عربي، ترد مره تانية وتروح في اتجاه كانوا، كانوا يرد ورا لمصطفى معوض، مصطفى معوض لمحمد علي فريق بتروجيت، لكانوا في اليمين، انما يضطر يرجع بيها ورا لخالد عبد الرازق. نلعب في الدقيقة 39 من أحداث الشوط الأول. مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، أولى المباريات الودية اللي بينظمها النادي الأهلي استعدادا لمباراة السوبر ومباريات الكأس، مباراة مع بتروجيت. إن شاء الله هتكون في مباراة أخرى يوم 16 إن شاء الله. وادي فاول بيتعامل مع عمار، هنشوفها مرة تانية. ادي الهجمة اللي قادها حسام حسن وحاول يشوط، ادي مرة وبيتزحلق واديله الكورة مرة تانية، انما كنترول ما اسعفوش. وركلة حرة مباشرة للنادي الاهلي يلعبها وليد سليمان سريعة لياسر، ياسر يسندها، سندها سندها لحسام حسن، انما على طول خارج الملعب. حتى الان ثلاث ركنيات شايفين اهو التاو، وادي اعادة للكورة اللي فاتت ما مشيتش او ما حطش رجله بالشكل الجيد حسام حسن في الكوره اللي فاتت. 40 دقيقه بتمر مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناه النادي الاهلي، من بدايه احداث الشوط الاول، وما زالت النتيجه التعادل بدون اهداف. محمود وحيد وراسيه ورمي التماس، رمي التماس هيلعبها سامح ابراهيم. سامح لكانو، لسامح مرة تانية لكانو، ترد له مرة أخرى، يضغط عليه عمار، يقطع الكورة. ياسر يلعب الكورة لطاهر، طاهر بيتضغط عليه إنما يخلصها حلوة أوي في اليمين لمحمد هاني، هاني هاني يلعب للأمام إنما يقابلها على طول خالد عبد الرازق قلب الدفاع ويردها سريعة للأمام في نص الملعب، إنما يقطعها عربي بدر. تروح لياسر ابراهيم، ياسر لطاهر، طاهر انما طويله على هاني وتخرج بره الملعب وتبقى رميه تماس لبتروجيت. دقيقه 42 من احداث الشوط الاول، وما زالت النتيجه التعادل بدون اهداف. طاهر ودافع وفاول وركله حره مباشره، انما عاصف حسين بيطلب تتلعب من مكانها وترد على طول. ادي اعاده اهي للفاول اللي اتعمل مع طاهر، بيضغط عليه محمد منصور، ترد مره ثانيه. ادي راجع 4-4-2، واقفين 4-4-2 فريق بتروجيت بشكلها الدفاع. ترد مره تانيه لمحمد هاني ومرفوعه، انما في ايد على طول ابو النجا، رايحه في ايد ابو النجا اللي يلعبها على طول، بيلعب كاونتر اتاك سريعه، انما تتقطع مره تانيه، بيدخل عليها كانو السكران، ترد لمحمد علي، لخالد عبد الرازق يحطها في اليمين لمعوض، لاسلام، لسامح ابراهيم، سامح سامح الباك اليمين عايز يتوغل ويعدي، انما تتقطع الكوره، عمار يخطفها منه، كانوا ينقل الكوره لاسلام حسين على شماله لمحمد منصور، تحركوا للامام في وسط ملعب النادي الاهلي فريق بتروجيت. اسلام حسين يسلم لمصطفى معوض،
تروح للسكران، السكران لسامح ابراهيم، عدى وفات يلعب الكوره، انما يلاقيها على طول عمار يخلصها لوليد سليمان من لمسه سريعه لهاني. هاني الكهرباء، كهرباء بيتضغط عليه، ترد مره ثانيه الكوره لوليد سليمان، يحطها هناك عند طاهر، محمد طاهر في الوينج الشمال، طاهر يقف على كورته انما يتضغط عليه على طول، بيضغط مصطفى معوض ويخرج الكوره الى خارج الملعب. شفنا يمكن اللقطات لويس ماكسوني وبيرسي تاو، الاثنين المحترفين، واحد من موزمبيق والتاني من جنوب افريقيا، نتمنى ان شاء الله يستفيد منهم النادي الاهلي في هذا الموسم. ترد الكره الكهرباء، كهرباء يلعب الكره سريعه عرضيه انما يشتت على طول الدفاع، ترجع للسكران يلعب الكوره سريعه، كانوا اسلام، كانوا ينطلق ويلعب الكوره، انما يا سلام يا عمار واخد دور كويس جدا في الخط الدفاعي ويطلع الكوره بره الملعب. بنلعب في الدقيقه 44، ادي كانوا اهو بيتحرك وعايز ينقل الكوره، انما يعني خدمت عمار وخدها بدماغه ومره ثانيه طلعها بره الملعب رمي التماس. بنلعب في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي من الشوط الأول، التعادل بدون أهداف في المباراة الودية الأولى اللي بينظمها النادي الأهلي مع نادي بتروجيت. رمي التماس هيلعبها هادي رياض، محمد منصور هو اللي جاي يلعبها، محمد منصور يلعب الكرة ترد له مرة تانية، منصور يحط الكرة العرضية ترد على طول لمعوض، معوض عايز يشوط، الشوطة شوطة من معوض انما فوق العرضة. هنشوف عاطف حسين حكم اللقاء مدي وقت قد ايه، وادي التصويبة بتتعاد مرة أخرى والتعادل بدون أهداف. عمار عمار لسه الكرة معاي، يلعبها لمحمد هاني في اليمين انما تخرج بره الملعب وتبقى رمي التماس للنادي الاهلي، هيلعبها محمد هاني. بدأنا الوقت البدل الضائع، وادي تروح لعمار مقطوعة مرة تانية، ترد ياخدها السكران، السكران يلعبها لإسلام هشام انما تخرج بره الملعب، رمي التماس، رمي التماس مرة تانية تخرج بره الملعب انما الدور ده رمي التماس للنادي الاهلي. ترجع لربيعة، ربيعة بيسلم عربي بدر، مر الدقيقة ودخلنا في الدقيقة التانية، تروح لطاهر، طاهر لمحمد هاني، هاني يقف على كورته عايز يرفع يعمل العرضية لكهربا يسندها كهربا انما تطول منه وتروح الناحية التانية تخرج بره الملعب ورمي التماس للنادي الاهلي، هيلعبها محمود وحيد، وحيد يرجع ترد مرة تانية يستلم طاهر، طاهر انما في دفعه وفاول، فاول من مكان مميز جدا، فاول بيعمله هادي رياض مع وليد سليمان، هتشوف الكره ايه اهي، مكان مميز جدا بتاعه وليد سليمان، دي بتاعه وليد سليمان. دخلنا في الدقيقه الثالثه من الوقت بدل الضائع والتعادل بدون اهداف، وكورة من مكان مميز جدا وليد سليمان، هل يا ترى دي هتكون اخر لعبة في الشوط الاول؟
هل هيستفيد النادي الأهلي من الكرة الثابتة؟ وليد سليمان، وليد لما بيبقى في الفورمة الكرة اللي زي دي بيعملها بالمقاس، هنشوف هينفذها ازاي. هل هيكون في توفيق يا وليد؟ وادي وليد ويلعبها تخبط في الحائط وترد مرة تانية لوليد سليمان، بيبص في ساعته عاطف حسين، وفي هذه اللحظة بيطلق صفارة نهاية أحداث الشوط الأول معلنا عن التعادل بين الأهلي وبتروجيت بدون أهداف في المباراة الودية الأولى للنادي الأهلي. استراحة قصيرة على أن أعود وألتقي معكم وأحداث الشوط الثاني، فإلى الملتقى. ملعب النادي الأهلي مختار التتش، حيث نلتقي معكم وأحداث الشوط الثاني من لقاء الأهلي وبتروجيت، المباراة الودية الأولى بين الفريقين. وبعتذر لكابتن عادل عبد الرحمن إن أنا قلت الاسم خطأ في الشوط الأول، وبعتذر لك قد أنا آسف كابتننا الكبير كابتن عادل عبد الرحمن. طبعا النهارده لازم قبل ما نبدا او قبل ما ندخل في المباراه بنقدم كل الشكر لشركه استادات الوطنيه، رئيسها او رئيس مجلس اداره المهندس سيف الوزيري، نائب رئيس مجلس اداره الشركه العميد محمد مرجان، وايضا بنقدم كل الشكر لشركه لايف مديرها التنفيذي كابتن اسلام الشاطر، ومع طبعا كل التمنيات الطيبه ل فريق عمل قناة النادي الأهلي برئاسة الإعلامي والصحفي الكبير الكفت الأستاذ إيهاب الخطيب على الجهد الكبير اللي بتقدمه لعشاق النادي الأهلي. إن شاء الله نتمنى التوفيق، وبكرة إن شاء الله بحضر لكم حاجة جميلة جدا واحتفالية هايلة جدا إن شاء الله. عموما ننزل أرض الملعب، والتعادل مازال قائم بين الفريقين في أول دقيقة من بداية أحداث الشوط الثاني. والنادي الأهلي يمكن تبديلات كتيرة جدا، مصطفى شوبير حارس مرمى بدل علي لطفي، كريم فؤاد بدل محمد هاني، عبد الرحمن جودة ومحمد مغربي هيلعبوا بدل رامي ربيعة وياسر إبراهيم، ومحمد أشرف هيلعب مكان محمود وحيد، ومعهم كمان زياد طارق اعتقد بدل كهربا، واحمد غريب بدل طاير محمد طاير، واحمد عبد القادر. دي التشكيله اللي بينزل بيها النادي الاهلي الشوط الثاني. انما تشكيله فريق بتروجيت مفيش اي تبديلات لغايه دلوقتي. وادي الكوره بيستلمها محمد مغربي النادي الاهلي، طبعا فرصه المدير الفني يشوف اللاعبين والجيل من ابناء النادي الاهلي الشباب اللي يقدر يعتمد على جزء منهم. وادي قدامنا اهو رقم 32 احمد غريب، وفاول هيلعبه مصطفى معوض كابتن ربيع ياسين، فرقته زي ما هي بيلعب بيها الشوط الثاني. وادي على طول كوره بتتلعب لكريم في وسط الملعب، مقطوعة مرة تانية ترد عند 37 زياد طارق. زياد العربي بدر عربي موجود زي ما هو ما تغيرش، بتتلعب الكرة مرة تانية في اليمين وعلى طول يقطعها الدفاع سامح ويرد الكرة وترجع هجمة لفريق بتروجيت، انما مقطوعة مرة تانية ترد الكرة في وسط الملعب. معوض يلعب لما مصطفى معوض يلعب الكرة لرقم 19 محمد علي، زي ما قلت لكم فرقة بتروجيت زي ما هي، ترد الكرة في أرض الملعب لعربي بدر، عربي بيسلم لأحمد أشرف، أحمد أشرف مرة تانية يستلم الكرة شماله يلعبها أمامية، استلام جيد جدا لأحمد غريب يلعب الكرة للأمام، إنما مقطوعة مرة تانية
وترد ورا لعبد الرحمن جوده، عبد الرحمن جوده لمحمد مغربي يلعبها على شماله لمحمد اشرف يرد بيها ورا لمصطفى شوبير، سلمها لمحمد مغربي مره اخرى، محمد مغربي لعبد الرحمن جوده، عبد الرحمن جوده بيتحرك ويعدي نص الملعب بيلعب الكرة السريعة عايز يقطع الكرة لأحمد غريب، إنما مقطوعة في الوسط كان وخدها ياخدها بكعبه ويردها مرة تانية في اليمين لسامح إبراهيم الباك اليمين لفريق بتروجيت. سامح إبراهيم بيلعب الكرة لعبد الرحمن السكران، السكران اللي كانوا إنما تتقطع في السكة يقطعها على طول محمد مغربي مدافع النادي الأهلي. خمس دقايق بتمر من أحداث الشوط الأول وما زالت النتيجة التعادل بدون أهداف. تجربة مهمة جدا لفريق النادي الأهلي، تجربة ودية مهمة جدا. استفاد الشوط الأول إنه دفع بمجموعة من اللعيبة المعروفين أو القدام، كان ياسر إبراهيم ورامي ربيعة ومحمود وحيد ومحمد هاني وكهربا ووليد سليمان وطاهر، كل دول وحسام حسن، كل دول خرجوا. وبينزل الشوط الثاني مجموعة من شباب النادي الأهلي، وده طبيعي جدا في مباراة ودية وبخاصة لما بيكون راحة صغيرة في الموسم. وزي ما قلت لكم فريق بتروجيت بيجهز من فترة، عشان كده كابتن ربيع ياسين له هدف انه يلعب المباراة بأكبر عدد لأنه عايز يعمل حاجة في كأس مصر. على طول تتلعب في الشمال لهادي، يرد كورته لخالد عبد الرازق، خالد لمصطفى معوض في الخط الخلفي بيلعب الكرة للأمام. هل هيستغل بقى فريق بتروجيت انه بيلعب قدام مجموعة من الشباب الناشئين ويغير طريقته ويتحرك للأمام؟ ده اللي هنشوفه، وهنشوف التجربة اكيد فيها مكاسب كتير جدا. ترد الكرة مرة تانية وعلى طول بتتلعب في الوينج اليمين ملعوبة، إنما ترد لكريم فؤاد، كريم في أول ظهور له مع النادي الأهلي، تتلعب الكرة لعربي بدر، عربي يلعب الكرة لزياد طارق ومحاولة عايز يسدد الكرة كريم، إنما تخبط وترد مرة تانية ويخرجها بره الملعب محمد منصور. أدي أول تحرك لكريم فؤاد، القادم كان في إعارة الإنبي إنما هو في الأصل كان لاعب في نادي النجوم. ترجع لعربي بدر، عربي يلعب الكرة طولية أمامية إنما تروح على طول الحارس أبو النجا اللي يلعبها مرة واحدة سريعة لسامح، سامح إبراهيم الباك اليمين لما تطول منه الكرة. عادي بص الكرة ايه، كريم حب يسدد اللعبة اللي فاتت انما تخبط في الدفاع وراجع مين ده، راجع السكران المهاجم هو اللي بيدافع على اللعبة اللي فاتت دي. شوبير مصطفى شوبير يلعب الكرة لمغربي انما تخرج بره الملعب وتبقى رمي التماس. بنلعب في الدقيقة السابعة من الشوط الثاني أو الدقيقة 53 أو الدقيقة الثامنة كمان، بنقدم طبعا شكر كل الشكر الدعم من شركة استادات الوطنية، رئيس مجلس الإدارة المهندس سيف الوزيري، نائب رئيس مجلس الإدارة العميد محمد مرجان، وشركة لايف المدير التنفيذي كابتن إسلام الشاطر، والتحية وجهد لفريق عمل قناة النادي الأهلي من الناحية الفنية والتقنية بقيادة الإعلامي والصحفي الكبير الأستاذ إيهاب الخطيب. ترد الكرة في وسط الملعب لبتروجيت، تتلعب في اليمين عند سامح إبراهيم، سامح اللي كانوا إنما تخبط ويخطفها أحمد عبد القادر. ظهور أحمد عبد القادر بعد العودة من الإعارة من سموحة، شفنا النهارده عمار ولفت الانظار في الشوط الاول بمجهوده. شوف بقى احمد عبد القادر مع فريق النادي الاهلي، اعتقد ان الاثنين كل واحد منهم جاي وجواه عايز يقول انا موجود. بنلعب في الدقيقه 9 من الشوط الثاني، ترجع الكوره ورا لمحمد مغربي،
مغربي لعبد الرحمن جودة، جودة منقولة لعبد القادر أحمد عبد القادر اللي بيرجع يستلم، لعربي بدر. عربي تقريبا هو اللاعب الوحيد اللي ما خرجش من الملعب بالشوط الأول، ودي بتتعمل هات وخد في اتجاه محمد أشرف الباك الشمال، إنما تخرج بره الملعب رمي التماس لفريق بتروجيت. خالد عبد الرازق قلب الدفاع يلعب الكرة الطولية الأمامية، ترجع ورا عربي بدر قايم بمجهود طيب جدا، ترجع الكرة لمحمد مغربي نما بيتضغط عليه، واعتقد في شد بيجي للاعب اسلام في اللعبة اللي فاتت دي، او نزل عمل تاكلنج على اللعبة انما جاله شد وسلمت. 10 دقايق بتمر من احداث الشوط الثاني في المباراة الودية الاولى للنادي الاهلي اللي بتقام على ملعب النادي الاهلي ملعب مختار التتش، وما زالت النتيجة التعادل بدون اهداف بين فريقي نادي الاهلي ونادي بتروجيت. اللي ما كانش اللي لسه بيتابع معانا اللقاء نقول له ان مجموعه الدوليين في النادي الاهلي النهارده واخدين راحتهم، اكتفوا بالتدريب. كان الشوط الاول لعب النادي الاهلي بفرقه من لاعبته الموجودين في وحيد ورامي ربيعه وياسر ابراهيم ومحمد هاني وعمار وعربي وكهربا وليد سليمان وطاهر وحسام حسن. الشوط الثاني بيدفع بمجموعه من شباب النادي الاهلي، وفي وسطهم طبعا كريم فؤاد ومعاه احمد عبد القادر، تقريبا هما الاثنين اللاعبين اللي لعبوا درجه اولى. ترد الكوره مره تانية لمحمد اشرف لمغربي، بتقطع مره ثالثه وادي علي ياخدها بالراس محمد اشرف الباك الشمال، وادي محاوله ترجع مره تانية لكريم، كريم العرضية إنما على طول بيشتت الكورة هادي رياض لاعب فريق بتروجيت، وبتتحول إلى رمي التماس للنادي الأهلي. 12 دقيقة من أحداث الشوط الثاني والتعادل بدون أهداف. مردودة الكورة في وسط الملعب، يستلم الكورة إسلام كانو لاعب بتروجيت، بيلعبها لإسلام إسلام هشام في الأمام، إنما يطلع على طول دفاع الاهلي وشوبير، وتتقطع الكره مره تانية، ترد الباك اليمين سامح، سامح يلعب للسكران لاسلام هشام، انما يدخل كريم فؤاد ويقطع الكره والشوطه، انما على طول ينزل ويمسكها مصطفى شوبير. الاستحواذ 52% للاهلي، 48 لبتروجيت، تمريرات الاهلي 337، تمريرات بتروجيت 200، تمريرات صحيحه 291 للاهلي مقابل 162 لبتروجيت. احصائيات بيقدمها لنا فريق الاحصائيات في قناة النادي الاهلي، مجهود مشكور من الجميع مفيش كلام. ترد مرة تانية الكورة للنادي الاهلي، احمد اشرف في وسط الملعب بيرجع الكورة لمغربي، بتتلعب الامام كريم، كريم فؤاد تروح وادي التصويبة انما خارج الملعب، كان مستنيها احمد غريب انما بتوصلوش. ادي اعادة للكورة التصويبة اللي مسكها مصطفى شوبير، ادي بيقطعها كريم فؤاد انما بترد لاسلام هشام والتصويبة، وينزل معاها بمنتهى الهدوء مصطفى شوبير. ركلة مرمى هيلعبها ابو النجا، لم يجري اي تبديل كابتن ربيع ياسين المدير الفني لفريق بتروجيت من بداية اللقاء، واخد المباراة بصورة جدية، بيجهز نفسه استعدادا لكأس مصر. وادي مردودة مرة تانية وترجع الكورة لأبو النجا، سامح إبراهيم انما مقطوعه داخل قاطعها احمد غريب، تبقى رمي التماس لبتروجيت.
رامي التماس هيلعبها سامح ابراهيم. مقطوعة ياخدها كانو، كانو يحاول يعدي كانو انما تتاخد منه. ياخدها احمد عبد القادر، عبد القادر عايز يخلص انما تتقطع الكورة منه. ترد مرة تانية ليه سامح ابراهيم، سامح انما يدخل في الوسط احمد غريب ويقطعها لنفسه وتتلعب لاحمد عبد القادر، انما بيحتسب كابتن عاطف حسين حكم المباراة فاول على احمد عبد القادر. ادي قدامنا احمد عبد القادر 35 القادم من الاعارة في نادي سموحة، وقدم موسم رائع جدا الموسم الماضي زي ما شفنا. بدا اللقاء بمجهود طيب جدا، عمار حمدي عايز يقول انا موجود. هنشوف احمد عبد القادر هو كمان هيعمل ايه. ربع ساعة بتمر من الشوط الثاني وما زالت النتيجة التعادل بدون اهداف. محمد علي يلعب الكرة في الشمال لهادي، يسلمها له مرة تانية لعبد الرحمن السكران، يرد الكرة لورا الهادي، هادي يلعبها قصيرة انما يلحقها هادي ويلعب الكرة انما تخرج بره الملعب. كريم فؤاد ياخد الكرة رمية التماس يرجع بيها لجودة لشوبير، شوبير يلعب الكرة لأحمد عبد القادر في الأمام، أحمد عبد القادر يلعب من غير ما يبص تروح لهادي، هادي يلعبها محمد منصور، أي حاجة تخرج بره الملعب وتبقى رمية تماس للنادي الأهلي. كريم فؤاد لأحمد أشرف، عربي، عربي بينقل لمغربي، مغربي يلعب الكرة السريعة في اتجاه زياد طارق، زياد يلعب العرضية انما على طول مصطفى معوض يخرج الكرة وتوصل في وسط الملعب لإسلام حسين بتروجيت، إسلام لمحمد علي بيلعب كورته السريعة انما تتقاطع وتتاخد الكرة من عبد الرحمن السكران. في تبديل اهو، عاطف حسين بيشير بتبديل، هنشوف التبديل لمين، مين اللي هيعمل التبديل اللي جاي. اعتقد اسلام كانو شايفه كده بيتحرك رايح هيخرج من الملعب. ادي اسلام كانو خرج ونزل بدلا منه احمد رضا، ورقم ثلاثة حسام البدري، نزل حسام البدري واحمد رضا. يبقى تبديلين دفع بيهم بعد ربع ساعة الكابتن ربيع ياسين، وما زالت النتيجة حتى الآن التعادل بدون أهداف. أحمد عبد القادر يسلم الكرة لمحمد أشرف يردها له مرة تانية، أحمد عبد القادر يتحرك للأمام، أحمد عبد القادر يلعب الكرة سريعة في اتجاه احمد اشرف، ترد مره تانية والتسديده حلوه 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 حلوه، التسديده ملعوبه انما فوق العرض، اكيد هنشوفها مره تانية. يمكن اول لمحه هجوميه للنادي الاهلي في الشوط الثاني، وادي التسديده على طول من محمد محمود. محمد محمود العائد بنقول له حمد لله على السلامه يا محمد، بيسدد كرة إنما فوق العرض. ما زالت النتيجة التعادل بدون أهداف حتى الآن، وادي الكرة مردودة لأحمد أشرف الظهير الأيسر يلعب الكرة أمامية إنما يشتتها على طول الدفاع، ترجع مرة تانية للأمام سامح إبراهيم الباك اليمين لبتروجيت يلعب العرضية إنما على طول مقطوعة. عربي بدري يلم لنفسه الكرة، عربي مستنيه احمد عبد القادر انما يحط الكوره على شماله لمحمد اشرف، ترجع لعربي، عربي انما مردوده مره ثانيه لدفاع فريق بتروجيت، هادي يردها مقطوعه في اليمين
إنما تخرج برا الملعب يبدو إن في لاعب واقع على الأرض في اللعبة اللي فاتت. رايح كابتن عاطف حسين حكم المباراة يطمن على رقم 9 إسلام هشام. إسلام هشام المهاجم جاله شد طبعا، ما زلنا في أول الموسم، حتى لو كان فريق بتروجيت عامل فترة إعداد بدري شوية لكن برضك بيبقى هتبقى صعبة قوي على اللاعبين اللي هيكملوا المباراة بجهد في هذه المباراة. ادي حوار اهو ما بين ايمن اشرف وقفشه، كان النهارده عندهم تدريبه وبيدخلوا كده في الموسم رويدا رويدا. تمنياتنا للاعبتنا الدوليين ان شاء الله بالتوفيق مع منتخب مصر. ومستر كيروش النهارده كابتن ضياء السيد جاي قاعد بيتابع وبيتفرج، انما طبعا كل اللعيبه الدوليين النهارده مريحهم النادي الاهلي. رامي التماس يلعبها محمد محمود، هيرجعوها لعيبه النادي الاهلي بفير بلاي للحارس ابو النجا. تلت ساعه بتمر من احداث الشوط الثاني وما زالت النتيجه التعادل بدون اهداف. على طول ترد الكره السريعة، بيحاول ياخدها زياد طارق، ورمي التماس، ويبدو ان في تبديل. عربي بيخرج وبينزل 48. اي كابتن ربيع ياسين بيحيي عربي احد الناشئين اللي كانوا معاه في منتخب الناشئين. ترد الكرة، ادي التصويبات لغايه دلوقتي. الاهلي عمل 9 تصويبات لكن خارج المرمى، بتروجيت عمل 5 تصويبات منهم واحده على الهدف، الركنيات 4 للاهلي مقابل 2 لبتروجيت، التسلل واحده هنا وواحده هنا، وادي التسديده من زياد طارق بيسدد انما الكوره فوق العارضه. ركلة المرمى هيلعبها أبو النجا، بيسلم الكرة لمصطفى معوض، مقطوعة الكرة، خدها أحمد عبد القادر. أحمد عبد القادر بيرجع بكورته لمحمد أشرف في وسط الملعب، تمر لأحمد أشرف، وادي طولية إنما على طول في إيد أبو النجا. أبو النجا يمسك كورته ويقف عليها. إنما بالشكل اللي إحنا شفناه داخلين على نص الشوط، وجود مجموعة الشباب من النادي الأهلي في هذه المباراة بتدي نوع من الثقة للولاد انه بيلعب قدام الجهاز الفني، يعني شكل من وجهة نظري مكسب، مكسب انك انت بتشوف اكبر عدد من شباب النادي الاهلي. وادي على طول الكرة في وسط الملعب، احمد اشرف يسلم لاحمد غريب، ترد مرة تانية وترجع لمصطفى شوبير، ويبدو ان في لاعب اخر من فريق بتروجيت. سلامات ألف سلامة. اللاعب محمد علي أو بيقوم أهو. وفي تبديل.
مين اللي هيخرج؟ خرج زياد طارق ونزل فخري. فخري اللي نزل. تمام. يمكن واحنا شغالين معاكم دلوقتي في مباراة الاهلي، ادي اهو حالا واحنا في ملعب الكورة قدامنا صالة الامير عبدالله الفيصل، يمكن راحة بين الشوطين، مباراة ما بين النادي الاهلي ونادي المصرية للاتصالات بتقام ضمن بطولة منطقة القاهرة لكرة السلة. نتيجة الشوط الاول لغاية دلوقتي 35 المصرية للاتصالات مقابل 26 للنادي الاهلي. اكيد هنتابع معاكم طول ما احنا في المباراه وهنقول لكم النتيجه اول باول. مجهود كبير جدا من قناه النادي الاهلي ومجهود من شباب قناه النادي الاهلي على هذا الجهد الجميل اللي بيقدم سواء في كره القدم او في كره السله، والاثنين في مكان واحد داخل النادي الاهلي القلعه الكبيره بالجزيره. نعود لمباراة كرة القدم و25 دقيقة ودخلنا الدقيقة 26، وادي شوبير بيرقص وبيسلم كرته على طول لمحمد أحمد أشرف. أحمد أشرف يلعب الكرة للأمام، استلام جيد من أحمد عبد القادر، وادي كعب حلوة ويتلعب له، تترد مرة تانية ومحاولة وشباب بقى ونشوف، وادي محمد محمود، محمد بيدور مين يكمل معاه وبينقل الكرة لأحمد أشرف اللي يحطها الفخري ناحية اليمين. فخري بيلعب محمد، فخري ترد مرة تانية وتخرج بره الملعب، ركلة مرمى لفريق بتروجيت. ادي محمد محمود وهو لابس شارة الكابتن في ارض الملعب. تبديلات كتيرة ومكسب ان النادي الاهلي النهاردة بنشوف هذا الكم من اللاعبين بيدخلوا للموسم بشكل كويس. وادي احمد عبد القادر اهو، يعني راخر بنطمن عليه في مباراة اليوم، وما زالت النتيجة التعادل بدون أهداف. في هذا النوع من المباريات ما بتهمناش النتيجة قد ما بيهمنا إن احنا نحس إن في مجهود. وادي اللاعب نادر عبد العاطي هيشارك من فريق بتروجيت، بينزل بدل إسلام حسين. يبقى كده الثلاث تبديلات بيجريهم الكابتن ربيع ياسين. وادي كورة على طول بتتنقل من محمد أشرف، ترجع له مرة تانية، محمد أشرف ناحية الشمال، محمد دخل وقطع، قطع ورد الكورة مرة تانية ومحاولة بيدخل وعايز يلعب زياد إنما تخرج بره الملعب. أدي رمي التماس، بص اللمة اللي عملها محمد محمود، حاجة من الحاجات اللي بتعجب الجماهير. وادي احمد عبد القادر بيحاول يخلص الكوره، انما في صفاره وفاول وركله حره مباشره للنادي الاهلي. الفاول اللي اتعمل مع احمد عبد القادر في اللعبه اللي فاتت. 28 دقيقه بتمر من احداث الشوط الثاني، وادي على طول كرة عالية انما على طول تفوت من الكل وتخرج بره الملعب وتبقى ركلة مرمى. ادي الراية اهي في ايد المساعد الثاني وليد الشيخ، بتدينا اشارة ان الهوا مع النادي الاهلي. عايزين نشوف شوطة او اتنين من خارج المنطقة، سواء بقى محمد محمود، عبد القادر، فخري، اللعيبة اللي عندها إدراك مكاني في أرض الملعب وتستشعر بإن الهواء يساعدها. وأدي الكرة بتتلعب السريعة، عدى عبد القادر، عبد القادر وقف على كورته، وقف هنا خطورته بتبان في التلت الأخير. يرجع بالكرة مرة تانية لأشرف، أشرف لمحمد محمود، محمد محمود بيلم وأعتقد فيها ركلة جزاء.
ركلة جزاء واضحة تمام 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 يا محمد يا محمود. لسه بتقول بقول لك عليك دور، يعني كأني حاسس انك ممكن تعمل حاجة النهاردة. وادي اهو محمد محمود واضحة تمام العرقلة وركلة جزاء، واللي هينفذها احمد عبد القادر. ركلة جزاء للنادي الاهلي، ادي بص شوف شوف المهارة، عدى بشكل كويس جدا واخد ركلة جزاء محمد محمود. ركلة جزاء للنادي الاهلي، واقف عليها احمد عبد القادر، ونص ساعة بتمر من احداث الشوط الثاني، دقيقة 75 من بداية المباراة. كابتن عاطف حسين بيدي تعليماته الإدارية، وادي الصفارة واحمد عبد القادر، يا هو هو عايز يحطها فوق الحارس، انما تم يمسكها ابو النجا، يمسكها ابو النجا، مفيش توفيق في اللعبة اللي فاتت دي من احمد عبد القادر، وما زالت النتيجة التعادل بدون اهداف. بيقطع الكورة ويرد يستلمها احمد اشرف، انما تتقطع ترد مرة تانية لرقم 7 انس شندي، ايضا انس شندي من اللعيبة اللي نزلت الشوط التاني لفريق بتروجيت. كده في معانا 4 اجراهم الكابتن ربيع ياسين، وادي اعادة عايز يعمل كده شي باس، انما ما جاتش معاه بالشكل اللي هو عايزه. وبونجا ابو النجا والشهرة بونجا يتصدى لركلة الجزاء. ما زالت النتيجة التعادل بدون أهداف بين الأهلي وبتروجيت. رمية التماس يلعبها محمد أشرف لمحمد محمود، ترد مرة تانية في وسط الملعب مقطوعة، وادي تحرك جيد جدا والتصويبة من اللاعب نادر عبد العاطي، انما فوق العرض. اكيد من وجهة نظري الشخصية ومتوقع للاستوديو التحليلي هيكون في كلام جيد جدا عن هذه التجربة. طبعا تحية لفريق استوديو التحليلي، كابتن الكبير كابتن ايمن شوقي مذيع الاستوديو، ومعاه نجومنا الكبار اللي دايما كانوا بيفرحونا وهم نجوم سواء منتخب مصر او النادي الاهلي، كابتن شريف عبد المنعم، كابتن اسامه عرابي، كابتن هاني رمزي، وكابتن عادل عبد الرحمن. اكيد هيكون لهم كلام هنسعد بيه بعد هذه المباراه. رمي التماس تتلعب محمد دقدق، بردك محمد دقدق نزل بدل سامح رقم 24، يبقى كده الخمسة اشتركوا. وفخري بيلعب الكورة بالكعبة ايه، انما تتقاطع ترد مرة تانية ناحية الشمال لفريق بتروجيت، وملعوبة عالية انما بيسيبها على طول عبد الرحمن جوده وتخرج بره الملعب وتبقى رمي التماس للنادي الاهلي. لعب اماميه لمحمد محمود، خدها بالكعب كده انما ردت في وسط الملعب محمد علي، مقطوعه لفريق بتروجيت، تتنقل مره تانيه لرقم 18 محمد نور. محمد نور يلعب الكوره محمد دقدق اللي يلعبها وتخبط وتتحول الى خارج الملعب رمي التماس. ادي اهي بتتعاد مره تانيه وثالثه ركله الجزاء اللي اضاعها احمد عبد القادر بعد نص ساعه من بدايه الشوط الثاني. شاكرين ابو سعيد على الشاي والقهوه. رميه التماس يلعبها دقدق، انما يقطع على طول دفاع النادي الاهلي، ترد لمحمد علي عايز يشوط. بدا يفكر بقى في الاداء الهجومي فريق بتروجيت في الدقائق المتبقيه،
شفنا كابتن علي عاشور واقف في المنطقه الفنيه بيشاور لفرقته اتحركوا للامام، انما ادي الكره يخلصها ايه نادي الاهلي وتتلعب في اليمين عند فخري. فخري يدخل ويلعب العرضيه، انما برضك عبد القادر لسه رجله ما مشيتش. شفت رجله حاططها ازاي وتخرج بره الملعب. هل ده توتر؟ هل ده قلق؟ عايز يقول انا موجود لموسيماني في الملعب؟ كل ده وارد، لان الانسان ممكن في لحظه التوتر يفرق معاه، لان مش دي طريقة أحمد عبد القادر أو الأداء اللي شفنا بيه أحمد عبد القادر وهو بيلعب في هذا الموسم. قدم موسم رائع جدا مع نادي سموحة هذا الموسم. وادي الكرة تتلعب، ترد مرة تانية في وسط الملعب أحمد أشرف تتقطع منه، بدأ يفكر في الجانب الهجومي فريق بتروجيت، إنما شباب الأهلي بيأدوا مباراة بشكل جيد جدا. ترد مرة تانية مقطوعة، تروح الكرة لدقدق، دقدق في اليمين، دقدق عايز يعديها لنفسه، طقطق ويلعب العرضية، إنما على طول بيشتت الكورة جودة إلى خارج الملعب، رمي التماس. رمي التماس و 35 دقيقة، 35 دقيقة مرت من أحداث الشوط الثاني، 80 دقيقة من المباراة والتعادل بدون أهداف في التجربة الودية الأولى للنادي الأهلي اللي بتقام على ملعب مختار التتش بالجزيرة. إن شاء الله هيكون في تجربة أخرى يوم 16 قبل مباراة السوبر اللي هتتعامل يوم 21. وادي على طول مقطوعة الكرة، إنما تخرج بره الملعب. كريم فؤاد حب يخلصها للأمام إنما تتقطع وتطلع بره الملعب. كابتن سيد عبد الحفيظ مجهود اداري كبير جدا منه لانجاح هذه المنظومه، منظومه كره القدم في النادي الاهلي. رميه التماس هيلعبها حسام البدري الظهير الايسر، يلعبها جوه المنطقه، انما على طول بتتشتت الكوره وترد مره تانية وعاليه ومحاولة، إنما على طول ترجع الكورة لأحمد عبد القادر. أحمد عبد القادر سريع خلصها لنفسه، إنما ياخدها على طول الدفاع وترد في وسط الملعب، إنما في فاول، فاول بيتعامل مع أنس شندي لاعب بترو جيت. وركلة حرة مباشرة يلعبها خالد عبد الرازق، وادي على طول سريعه، انما على طول ياخدها مصطفى شوبير، حب يعمل كاونتر اتاك اتقفل عليه الملعب والصفاره، وركله حره مباشر يلعب لمغربي، مغربي لكريم فؤاد، كريم بيتحرك انما يتضغط على زياد طارق وتخرج بره الملعب. استحواذ للأهلي 57 مقابل 47 لبتروجيت، تصويبات للأهلي 12 منهم واحدة على المرمى مقابل 5، واحدة على المرمى لفريق بتروجيت. الإحصائيات دي دايما بتدي لك دلائل ومؤشرات. ترجع الكرة ورا لبونجا أو الحارس أبو النجا، يلعب الكرة طولية أمامية مقطوعة، ترد لدقدق، دقدق يلعب الكرة للأمام في اتجاه محمد نور، محمد نور لدقدق، لمحمد نور مرة تانية، هذه الإحصائيات اهي 53% استحواذ للأهلي مقابل 47، طبعا كده اتصلحت. 12 تصويبة للأهلي منهم واحدة على الهدف وخمسة لبتروجيت، واحدة على الهدف. دخلنا على الدقيقة 39 مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، والتجربة الودية الأولى للنادي الأهلي أمام بتروجيت.
من وجهة نظري الشخصية تجربة مفيدة في عناصر كتيرة جدا ظهرت النهاردة بشكل فني. طبعا كل ده هنشوفه بالتفصيل من خلال الاستوديو التحليلي اللي بيقوده النجم الكبير كابتن أيمن شو. يستلم عبد الرحمن جودة يلعب الكورة لكريم لفخري محمد فخري بيتحرك من لعيبة أصحاب المهارة. بيعجبني أول ولد ده من وسن 14 سنة بيعجبني أداؤه. وترد الكورة مرة تانية ومحاولة من عبد القادر عايز يخطف الكورة إنما دقدق في اللحظة الأخيرة يزق الكورة إلى خارج الملعب إنما بيحتسبها عاطف حسين إن هي لمست آخر واحد. أدي هي الكورة إيه فخري عملها في اليمين في اتجاه أحمد غريب وهيدخل معاها أحمد عبد القادر هو اللي زقها آخر لمسة فعلا وتبقى ركلة المرمى مظبوط. 40 دقيقة بتمر من أحداث الشوط الثاني. أو 85 دقيقة من بداية اللقاء. مردود الكورة المغربي. مغربي لمحمد أشرف. محمد محمود. محمد محمود لسه محتفظ بكورته. بيلعب الكرة على طول بترد وياخدها الحارس كابتن سامي قمصان المدرب العام. مجهود مميز له طول الموسم مفيش كلام سواء هو او باقي الجهاز الفني للنادي الاهلي. وادي على طول مردودة انما بيعمل تاكلينج بشكل كويس جدا مصطفى ابو الخير ويخلص الكرة. ترد مرة تانية سريعة لأحمد أشرف. أحمد تتقطع منه الكرة وادي محاولة إنما قاطع على طول ومخلص الكرة مغربي. وترد ورا للحارس بونجا أو أبو النجا. خلاص بنلعب بقى في الوقت الصعب من هذه اللقاء. كرة في اليمين مع محمد نور. محمد نور بيتضغط عليه ويلعب العرضية انما سلام مسكها باقتدار مصطفى شوبير. مصطفى شوبير بيدور على مين قدام حب يطلع للامام يلعبها على طول لمغربي في اليمين دي كريم فؤاد. كريم بيرجع بكورته ورا مغربي يلعب الكرة سريعة الفخري. فخري فخري حطت الكرة لمحمد محمود. محمد يا ولد يا ولد إنما هربت إنما يرجع يجيبها مرة تانية يرجع يلعب يجيبها إنما ياخدها منه مرة تانية لعيبة بتروجيت وترد ورا للخلف إنما قطعها أبو الخير. أبو الخير يلعب الكرة سريعة في اتجاه أحمد أشرف. أحمد أشرف ليه محمد محمود إنما لعبها بكعبه إنما تخدمه مرة تانية وترد لمحمد اشرف. محمد اشرف بعد ما يلعب الكوره تقطع على طول ياخدها الظهير الايسر حسام البدري لبتروجيت. تتلعب على طول سريعه في اتجاه رقم 7 انا الشندي انما يخطفها منه كريم. سريع كريم قطع الكوره ويرد بكورته ورا لجوده. ادي اهو مغربي. مغربي لابو الخير لفخري انما تتقاطع الكوره مقطوعه عايز يعدي رقم 26 عمرو عبد العزيز ويسلمها لمحمد نور اللي بيصوب بشماله انما في ايد على طول بكل ثقه كده بياخد الكوره بهدوء مصطفى شوبير. ادي اهي عملها بشماله انما على طول شوبير واقف هادي في مكانه ويمسك كوره. دخلنا على الدقيقة 43 من أحداث الشوط الثاني أو بقينا في دقيقة 44 يعني خلاص دقيقة 89 من نهاية اللقاء. وادي الكورة
مردودة مرة تانية أحمد عبد القادر، هل هيعمل حاجة؟ أحمد عبد القادر ترد مرة تانية وياخدها فخري ملعوبة، إنما ترد مرة تانية. وبيقول لمحمد أشرف عاطف حسين قوم وترد سريعة مرة تانية، يخطف الكرة أحمد أشرف، أحمد أشرف يلعب لفخري، محمد فخري، فخري تنتهي لمحمد أشرف، محمد أشرف لأحمد أشرف، وتخبط الكرة وتخرج بره الملعب. تلعب على طول، ترد مرة تانية في اتجاه محمد أشرف، محمد ويلعب على طول، إنما يمسك أبو النجا. خلاص بنلعب في آخر ثواني من الوقت الأصلي من هذه المباراة الودية الأولى للنادي الأهلي اللي بتقام على ملعب مختار التتش، والتعادل بدون أهداف. أهلي شارك في هذه المباراة بتشكيلتين مختلفتين، مجموعة من لاعبي الفريق في الشوط الأول والشوط الثاني، أهو كلهم معظمهم ناشئين ولاعبين راجعين من الإعارة. خلاص أقل ثواني على نهاية الوقت الأصلي، يا ترى بقى هيحتسب وقت بدل ضايع قد إيه كابتن عاطف حسين حكم المباراة؟ وركلة المرمى هينفذها مصطفى شوبير. بدأنا الوقت المحتسب بدل ضائع، يلعب بغربي كرة أمامية إنما تتقطع وتخرج بره الملعب، يطلعها خالد عبد الرازي إلى خارج الملعب. محمد محمود يلعب سريعة لأحمد عبد القادر، عبد القادر بيسلم على طول الكرة لأحمد أشرف، وادي تشيباس ليه عايز يطلع أحمد أشرف إنما ياخدها على طول أبو النجا ويلعب الكرة أمامية. أبو النجا يلعب الكرة للأمام إنما تروح لأحمد عبد القادر، عبد القادر لمصطفى أبو الخير، مصطفى أبو الخير، مصطفى اتقطع منه الكرة، ترد في وسط الملعب لعمر عبد العزيز لاعب بتروجيت، أمامية مقطوعة مرة أخرى، إنما في دفع وفاول وركلة حرة مباشرة لفريق بتروجيت. بدأنا الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل ضائع، والتعادل بدون أهداف بين الفريقين. محمد علي تتنقل سريعة في اتجاه أنا الشندي في الشمال، أنا الشندي يسلم الكرة لإسلام وكرة عالية يطلع على طول، برافو مصطفى شوبير، ياخد كرته ويلعبها كده هادية قدام منه لمحمد محمود، محمد يلعبها الفخري، يا ولد يا ولد يا فخري، اللمة حلوة قوي، حط الكرة لعبها لعبد القادر، عبد القادر يديها له مرة تانية بيحطها على طول إنما في اتجاه أحمد أشرف إنما تتقطع. إنما التخليصة اللي عملها فخري في اللعبة اللي فاتت دي لعبة ولد حريف، ترد مرة تانية سريعة لأحمد غريب، غريب لمحمد محمود، محمد محمود عايز يشوط شوطة شوطة إنما فوق العرضة والركنية، ركنية أهلوية. آدي أهو محمد محمود شايطها وتخبط في الدفاع وتتحول إلى ركنية، ركنية رايح يلعبها محمد فخري. بنلعب في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل ضائع، فخري هينفذ الركنية، وادي الكرة عالية إنما على طول يشتت الدفاع وتخرج الكرة بره الملعب، رمي التماس للنادي الأهلي. أحمد غريب يسلم لمصطفى أبو الخير، مصطفى أبو الخير تتلعب لفخري في الشمال، دفع وفاول وركلة حرة مباشرة لفخري، ركلة حرة. بدأنا الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع،
مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة النادي الأهلي، فاخري لسه الحكم بيدي شرط، وادي على طول، وادي تلعب عالية يشتت الدفاع، ومعاها بيطلق الكابتن عاطف حسين حكم المباراة. صفارة نهاية أحداث الشوط الثاني معلنا عن التعادل بدون أهداف بين فريقي النادي الأهلي ونادي بتروجيت. زي ما احنا شايفين 53% كان الاستحواذ للنادي الأهلي و47 لبتروجيت. تحيات فريق عمل قناة النادي الأهلي اللي قدم لكم هذه الوجبة الكروية، وتحيات معلقكم الرياضي الدكتور علاء متولي، وإلى الملتقى في مباراة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.